الشيخ من مؤسسة أوريان. نشكر منظمة نتشر على المواد الطبية والإنسانية التي تم استلامها من معبر باب الهواء الحدودي، والآن يتم تنزيلها إلى السيارة السورية. Thank you نتشر. السلام عليكم، انا دكتور محمد قاسم، مدير مشفى الشهيد الدكتور عمار اصفري بأطمي، تابع لمؤسسة أوريان. طبعا نحن نشكر جزيل الشكر متشير اللي بعثونا المساعدات الطبية هاي اللي عم ننزلها هلا، وصلت على الكونتينر. ونحن طبعا مشفى بشمال سوريا بأطمي، عندنا 50 سرير قم بتخديم منطقة واسعة من شمال سوريا، بالإضافة إلى مساعدة النقاط الطبية الموجودة في الكافي. نقوم بتوزيع على ريف حلب الغربي، حماة شمالي، وريف اللاذقية، ونقوم دواما باستمرار المشاركة والمساعدة. ونتمنى لهم دوام التوفيق. وشكرا لكم. المصطفى صوابت البرميل، برميل بسبب الطيارة المروحية ضربته علينا، وصابت أنا ومعي شاب أولاد مامي، وصابت أنا اللي متعارج مشفى أوريان. وبشكر جمعية ميتشير للأدوية اللي عبتبعت لنا إياها والمساعدات. أنا عمار خبير مدير مركزي بلد الزاوية، أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة ميتشير الأمريكي بما تقدمه من مواد طبية وتجهيزات لمركزنا ولباقي المراكز، حيث أن هذا المركز يقوم بتخديم شريحة كبيرة في جبل الزاوية تتعدى 10 قرى أو أكثر، والمصابين نتيجة القصف العشوائي على المنطقة. أنا دكتور مازن السعود، أنا the director of Orient Surgical Hospital in معبر النعمان in the north of Syria. We thank the Met Chair organization for medical support for us in this hospital in this city. These things help us in our medical service for about 100,000 people live in this city. Most of the buildings in this city are destroyed because of the war by the regime against our people. Thanks. Thank you, Mitchell. Mitchell, I love you. Mitchell, I love you.